السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق رائع راه قيد الأشغال بمدينة سطيف، والملاحظة هو أنه المدينة تاع سطيف تعرف حركة يعني كبيرة في ميدان يعني بناء الفنادق وتعزيز القدرات الفندقية لمدينة سطيف خاصة، وهذا يعني نظرا لما تزخر به من معالم سياحية وتاريخية لا يسعنا الوقت لذكرها اليوم. إذن هذا هو، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.